اهلا بكم متابعي قناه فروم موروكو في نشره اخباريه جديده وهذا ابرز عنوانها نشره خاصه امطار قويه وتساقطات ثلجيه الخميس والجمعه بهذه المناطق ولن الى التفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوا وضع الاشتراك في القناه واعجاب بالفيديو افادت المديريه العامه للارصاد الجويه بان زخات مطريه قويه احيانا رعديه من 20 الى 40 ملم وتساقط ثلجية من 20 إلى 35 سنتيمتر ابتداء من العلو 1800 متر مرتقبة غدا الخميس وبعد غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية خاصة من مستوى يقظة برتقالي أن سخات مطرية قوية أحيانا رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 40 ملم مرتقبة غدا الخميس من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء بكل من العرائش وطنجة أصيلة وسلا وشمارة أسخيراش والقنيطرة والخميسات والرباط وسيد قاسم وسيد سليمان والدار البيضاء والنواصر والمحمدية ومديونة وبرشيد وبن سليمان وأضافت أن الظاهرة الجوية نفسها مرتقبة بكل من أزيلال وخنيفرة وابن ملال وذلك ابتداء من يوم غد الخميس على الساعة الرابعة عصرا إلى بعد غد الجمعة على الساعة الثانية عشر زوالا وأشرت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن التساقطات الثلجية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 35 سنتيمتر مرتقبة أيضا ابتداء من علو 1800 متر وذلك بكل من أقاليم بولمان وإفران وأزلال وخنيفر وابن ملال وميدلت ابتداء من الساعة السادسة من مساء يوم غد الخميس وإلى غاية الحادية عشر ليلا من يوم الجمعة كنتم مع نشرة إخبارية إلى اللقاء